بالنسبة بقى للعلاج بنجيب المكان كده يعني اللي هو اتعرض للسع والحرق والكلام ده تحت مية باردة جارية لمدة 5 دقايق على الأقل، أو مثلا دوش بارد برضو على حسب إيه المساحة المكان ومساحته، يعني ده كله عشان نقلل احتمال إن المكان فيما بعد إيه ممكن يورم. في حاجة بقى ما نستعملهاش خالص ونهائي، زي في ناس تعمل بيض، تحط زبده، معجون اسنان، قطن، الحاجات دي كلها ملهاش اي فايده من الناحيه العلميه. من ناحيه تانية الحاجات دي كلها ممكن تلوث مكان الحرق كمان. بالاضافه الى ذلك في ناس ممكن تستعمل تلج، لا احنا عايزين ميه بارده، ميه ساقعه، انما مش متلجه ولا تلج، لان التلج ده ممكن يتلف ويدمر الخلايا الجلديه بدرجه اسوأ من الحرق نفسه. خلاص لو حصل بقى فقيع زي ما بنقول او فقاقه نسيبها من غير ما نفقعها، هي ايه مع 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 الجراء مع الغيار والكلام ده يوميا هتبتدي تنشف وايه تفضي اللي فيها، لان برضو لو فقعناها برضو ولا حاجه برضو هنلوث المكان الحرق. بالاضافه الى ذلك ما بنستعملش برضو قطن، لان القطن برضو فيه الياف ممكن تفضل تلزق في مكان الحرق برضو تعمل تلوث للايه للجرح. لما بنيجي ننشف ما بننشفش بطريقه فيها حك، انما بننشف ايه زي ايه حاجه ايه زي سقسقه كده اهوت، علشان برضو ايه الحرق ما يحصلوش اي التهاب اضافي. ما عملنا الحاجات البسيطه الاولانيه ديت بنستعمل لابد بقى كريم مضاد حيوي او سبراي مضاد حيوي، وممكن قوي نلف المكان دوت اللي احنا اي حد يعني حصل له الحرق البسيط ده فيه بنلفه بشياش برضو معقم ونضيف، ولكن اللفه ايه بتبقى سايبه ما بتبقاش ايه يعني بنشدش قوي على الشاش، لا بنسيبها ايه بيبقى ايه مهوبه بس كل الحكايه، بس عشان ايه ما بقاش في تلوث من ايه الجو او الهواء الخارجي. وبنكرر الموضوع ده مره كل يوم، ولو يعني الموضوع مستحمل يعني مسكن ولا حاجه بنستعمل، كل واحد بقى يستعمل مسكن ايه خفيف كده اهوت بالنسبه لحالته الصحيه العامه. اخر حاجه في حروق في الحروق الدرجه الاولى والحروق البسيطه هي حروق الشمس، وهي حروق الشمس فعلا برضو من الحروق الدرجه الاولى. السبب الرئيسي فيها طبعا تعرض الجلد العريان، الوش، الايدين، يعني كده لحراره شمس قويه فترات طويله زي ما بيحصل كده في الصيف والمصايف. برضو هنا العلاج بيبقى بيكون بالميه برضو البارده كده الجاريه، او قماش قطني نظيف برضو مبلول بميه بارده، ونفس طريقه التنشيف وكل حاجه، بس هنا في الغالب ما بنستعملش مرهم مضاد حيوي، انما بنستعمل مرهم داخل فيه كورتيزون علشان يسكن الموضوع والالتهاب والكلام ده يقلله بدرجه كبيره. يعني حروق الشمس الحقيقه بتسبب جفاف في الجلد والجسم من الداخل كمان، عشان كده لابد ان احنا نشرب ميه، او اللي هو يتعرض لحروق الشمس يشرب ميه بكثره. برضو بنغطي الحرق لما بنكون خارجين في الشمس او حاجه لازم نغطيه بقى، يعني مثلا كم طويل، كاسكته كده او برنيطه بيضه، المهم نحاول نتجنب الاماكن الحاره والشمس بقدر الامكان طالما في حروق شمس. الكلام دوت طبعا، وممكن برضو هنا ايه يحصل برضو فيه برضو فقاقيع برضو ما نفقعهاش ولا ونسيبها ايه في مكانها. هنا طبعا الوقايه ايه سهله، ان احنا نبعد عن الشمس او نلبس حاجات تغطي الجلد الايه العريان. اما الشخص اللي تعرض لحروق الشمس بقى الفقاقيع عنده كده والفقاقيع كده كبيره كتيره منتشره، او عنده حمى ورعشه، يبقى لازم مشوره طبيه فورا، اللي كده يبقى في حاجات ايه حصلت ايه الى حد ما في الجسم، هياش ايه حاجه سطحيه. وشكرا، وان شاء الله معادنا في الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن الاغماءات اللي ممكن تحصل لاي حد كده هوت ايه